ومن اهلي مدينه نصر نروح سريعا لاهلي الشيخ زايد ونعيش الفرحه مع اعضاء نادي الاهلي الشيخ زايد والزميله ساره حامد. من جديد برحب بك يا كابتن ايمن طبعا بكل ضيوفك الكرام في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وببارك لك طبعا يا كابتن ايمن وبارك لكل جماهير النادي الاهلي طبعا بعد فوز النادي الاهلي النهارده على سياتل ساوندرز في مباراه الجوله الثانيه من بطوله كاس العالم للانديه، ببارك لك تاني مره ثانيه. وطبعا زي ما حضرتك شايف يعني طبعا فرحه جماهير او اعضاء النادي الاهلي من داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، ببارك لك طبعا النهارده مليون مبروك. وشايف المباراه النهارده ازاي وتحب تقول ايه لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني؟ طيب انا اول حاجه بقول الف مبروك لكابتن بيبو، ألف مبروك لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي، مبروك لمارسيل كولر. الراجل ده يا جماعة مدرب عبقري. احنا شفنا الشوط الثاني، الشوط الأولاني كان عامل ازاي، شفنا لعيبة في الشوط الثاني اللياقة البدنية هي اللي فرقت معانا. الراجل ده في أوضة اللبس أكيد عمل شغل وأكيد قال كلمتين للعيبة، وإحنا شفنا دلوقتي الجون جه من التغيير اللي عمله. ومبروك لقفشة القاضية ممكن. شفت الماتش النهارده؟ عايز تقول ايه بقى لعيبه النادي الاهلي؟ عايز اقول مبروك للنادي الاهلي وان شاء الله بقى نقابل ريال مدريد وان شاء الله نكسبها وناخد كاس العالم ان شاء الله. طبعا مبارك لحضرتك النهارده. وشايف مين نجم اللقاء النهارده بالرغم ان المباراه كانت صعبه طبعا على النادي الاهلي، بس شايف مين نجم اللقاء النهارده؟ نجم اللقاء هو كولر، قسم الماتش كويس قوي وعارف ياخد منه اللي هو عايزه، والحمد لله احنا جربنا القضيه المصري والقضيه الامريكاني، اللي جايه ان شاء الله القضيه الاسباني. شكرا حضرتك. طبعا مستمرين معك يا كابتن ايمن، ويعني طبعا واحده من كبار مشجعي واعضاء النادي الاهلي من داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، ببارك لحضرتك طبعا النهارده. شايفه الماتش النهارده ازاي؟ ايه شايفه النهارده ماتش ازاي وتحبي تقولي ايه لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني؟ الماتش جميل واللعب حلو قوي، والف مبروك للاهلي وابطال، والاهلي ابطال وجمهوره بيشجعوا، والف مبروك للجمهور والف مبروك لاعضاء النادي الاهلي والف مبروك لبيبو. والتغيير اللي حصل ده كان تغيير كويس والحمد لله، والقضية ممكن ان شاء الله. القضية ممكن. شفتي الماتش النهارده؟ اه. عايز تقولي ايه بقى لعيبه النادي الاهلي؟ عايز اقول الف الف مبروك للنادي الاهلي والف مبروك على كابتن بيبو، وانا اسمي متاب هشام وانا بلعب في سباحه في النادي الاهلي. شفتي الماتش النهارده؟ اه. عايز اقول مبروك للنادي الاهلي وان شاء الله نكسب الماتش الجاي. شايف مين النهارده نجم الماتش؟ الصراحه انا عن نفسي شايف مجدي قفشه، عشان هو بالنسبه لي اكتر واحد عمل مجهود الصراحه. مبارك طبعا لحضرتك النهارده. وشايف مين نجم اللقاء النهارده وتحب تقول ايه لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني وطبعا اداره النادي الاهلي؟ الاداره مش عاوزه كلام، رجاله واللعيبه رجاله، وهو فعلا هو ده النادي الاهلي، نادي القرن. ان شاء الله الماتش اللي جاي ريال مدريد ان شاء الله. مبارك لحضرتك طبعا النهارده. وشايف مين نجم اللقاء وتحب تقول ايه للعيبه وايه توقعاتك لماتش ريال مدريد؟ نجم اللقاء هو اخلاق النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي، اللي احنا ما بنسمعش المنافس اللي بيغلط في صفقاتنا وبيغلط في كيان النادي الاهلي. احنا مكملين في طريقنا وان شاء الله باذن الله الماتش الجاي هنكسب ريال مدريد ونوصل للنهائي ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا مبارك لحضرتك النهارده. وشايف المباراه النهارده ازاي وتحب تقول ايه لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني؟ اقول لهم الف مبروك واداء كويس جدا الشوط الثاني، وقفشه كان نجم الشوط الثاني، وان شاء الله الفوز المره الجايه صعب باذن الله يتحقق ان شاء الله. توقعاتك ايه الماتش؟ اه طبعا صعب مواجهه ريال مدريد، لكن شايف المواجهه هتكون ازاي؟ احنا تعودنا في النادي الاهلي ان احنا لازم ما عندناش غير الفوز، وربنا يكرم ان شاء الله تطلع اداء مشرف ونتيجه كويسه ايجابيه ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا يا كابتن ايمن زي ما حضرتك شايف طبعا فرحه اعضاء النادي الاهلي من داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، وكمان توقعاتهم للمباراه القادمه ان شاء الله امام ريال مدريد. والان العوده مره اخرى للاستوديو، كلمه ليك يا كابتن ايمن تفضل. شكرا شكرا جزيلا للزميلة سالة حامد.